صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده في هذا الصباح زي ما عودناكم كل يوم في هذا الصباح على مدى ساعتين، مجموعه من الاخبار والتقارير والحوارات المتجدده واللي بتتناول موضوعات زي ما عودناكم كل يوم في هذا الصباح. النهارده الاربعاء 25 سبتمبر 2024، 22 ربيع الاول عام 1446 هجريه. موضوعين معانا النهارده هيكونوا محور حلقتنا النهارده في هذا الصباح، هي موضوعات حواريه، اولها هيكون حوالين اطلاق مصر استراتيجيه متكامله للتمويل، هنتعرف على ملامح هذه الاستراتيجيه واهميتها ودورها في تعزيز حصول الافراد على التمويل الكافي لاقامه مشروعاتهم او الاستثمارات اللي بيودوا القيام بها، وايضا ايه الهدف منها، وهنعرف تفاصيل اكثر حوالين هذه الاستراتيجيه في حوارنا النهارده في هذا الصباح. النهارده 25 سبتمبر اليوم العالمي للصيادله. كل سنه وكل صيدلي وصيدليه طيبه في مصر وفي العالم كله. هنتكلم بالمناسبه دي حوالين اهميه دور الصيدلي في تحسين الرعايه الصحيه وتقديمها، خصوصا ان الصيدلي احد الركائز الرئيسيه في المنظومة الطبية في أي دولة، ومن ثم أيضا دوره مهم في حصول الشخص المريض على العلاج في دقة وسهولة ويسر. وأيضا طبعا الصيدلي أكيد إحنا كلنا بنتعامل معاه سواء لأنفسنا أو لمعارفنا وأقاربنا وغيرهم. هنتكلم عن اليوم العالمي للصيادلة وأهميته في التوعية أيضا بدور الصيدلي في المجتمع وتحسين الرعاية الصحية زي ما قلنا. طيب خلونا مشاهدينا الكرام نتكلم كده سريعا حوالين، واحنا بنبتدي اليوم دايما بيجد العديد من الأشخاص صعوبة في الحصول على ضوء الشمس الصبح، وده بسبب جداول العمل والروتين غير المنتظم للبعض. غالبا ما يحصرنا صخب الحياة اليومية في الأماكن الداخلية أو تحت الإضاءة الصناعية، مما يحرم العديد من الأشخاص من ضوء الشمس الطبيعي. وضوء الشمس الطبيعي زي ما كتير من الدراسات بتقول إن هو بيرفع المعنويات ويحسن الصحة بشكل عام، ويمكن أن يؤدي الافتقار للتعرض للشمس إلى التعب وانخفاض الإنتاجية واضطراب المزاج. بتشير الأبحاث إلى أن قضاء 30 دقيقة فقط في الهواء الطلق يمكن أن يساعد في تنظيم النوم وتعزيز المزاج، حيث أن التعرض للشمس يزيد من اليقظة، يقلل من التوتر والقلق، بالإضافة إلى أنه يحافظ على توازن الإيقاع اليومي. لذلك لابد من الحرص على ممارسة الرياضة، رياضة المشي يوميا في الهواء الطلق للتعرض لأشعة الشمس في أوقات الأشعة غير الضارة، وده بيكون قبل العاشرة صباحا وأيضا بعد الخامسة عصرا. دي فرصة واحنا بنبتدي النهاردة اللي نازل شغله أو نازل المدرسة أكيد هيلحق إن شاء الله يتنفس الهواء الطلق والتعرض للشمس، خصوصا زي ما احنا قلنا ان هو مفيد وبيحسن مزاجنا، خصوصا للاشخاص اللي مزاجهم بيكون مش سليم او يعني متضايقين شويه. طيب خلونا نبتدي اول فقراتنا سريعا كده بعد فاصل قصير في هذا الصباح. معاكم كابتن محمد سمير وكابتن محمد اسماعيل، النهارده هنتمرن تمرين ببند المقاومه هيساعدنا على تقويه البطن، ونشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم، واول تمرين معانا هيبقى راتر ريزز، بيشغل العضله الجانبيه الكتف الجانبي اللي هي الميديال تلتويد، فيكون بالشكل ده. طلع نفسي في الحركه الصعبه، أنا نازل باخد نفسي في الحركة السهلة. التمرين ده بيستهدف العضلة الجانبية للشولدر ويساعد على تقويتها. هنلعبه ثلاث مجاميع في 12 عد. تاني تمرين معانا هيبقى فرونت ريزز، بيبقى بالشكل ده. هحط البند تحت رجلي وأبدأ أعمل فرونت فلكشن لقدام بالشكل دوت
في الحركة الصعبة بطلع نفسي، وفي الحركة السهلة باخد نفسي. هنلعب تمرين فرونت ريزز بالشكل دوت، ثلاث مجاميع في 12 عدة، يساعد على تقوية العضلة الأمامية للكتف الأمامي، هيكون بالشكل ده. وتالت تمرين معانا هيبقى لعضلة الباك، وهنشوف التمرين مع بعض. أحاول أحط بند المقاومة في أي عمود بالشكل ده، وأحاول ظهري يكون مفرود، وألعب بالشكل ده ثلاث مجاميع في 12 عدة. تمرين الباك هيقوي عضلة اللات وعضلة الرومبويد. أحاول أطلع نفس في الحركة الصعبة، والحركة السهلة أخد فيها نفس. أحاول ما أعملش لوك بإيدي، أخليها سوفت، مش لازم أفردها للآخر. رابع تمرين معانا هيبقى بايسبس، وهيكون بالشكل ده. احاول احط البند تحت مشط رجلي او تحت رجلي، القلبه بتاعي يكون ثابت، اعمل انقباض وانبساط لعضله البايسبس. التمرين ده بيقوي عضله البايسبس. حاول تنظم النفس بتاعك، في الحركه الصعبه تطلع نفسك، وفي الحركه السهله بتاخد نفسك. التمرين ده مهم جدا لعضله البايسبس، بيساعد على تطور عضله البايسبس، يخلي شكل البايسبس كويسه جدا. خامس تمرين معانا هيبقى شراكس، هيكون بالشكل ده. هحاول اثبت البند تحت رجلي، وهبدا اطلع بالشوردر، باخد الاكشن منه. ده ترابيزيوس، بيقوي عضله الترابيزيوس. اهم حاجه تنظيم النفس، نفسك في الحركه الصعبه بطلعه، في السهله باخده. كده يكون خلصت تماريننا بالبند، وممكن تشتريه من اي محل رياضي، بيساعدك على تقويه الماسلز بتاعتك في البيت. وبكده تكون خلصت حلقتنا، ونشوفكم في حلقه ثانيه. اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. خلونا نبتدي اول فقراتنا النهارده في هذا الصباح بمجموعه من الاخبار والتقارير اللي موجوده معانا. بالرغم من قيامنا بالكثير من التمرينات والحركات بشكل يومي، الا اننا بنشعر بالتعب عند صعودنا للسلم، او نشعر بضربات القلب السريعه. ده يرجع هذا الى ان صعود السلالم من التمارين الشاقه اللي ليها العديد من الفوائد، منها على سبيل المثال خسارة الوزن وتقوية الجزء السفلي من الجسم، وإزالة السموم من الجسم من خلال التعرق اللي بيؤدي إلى زيادة حجم المسام في بشرتنا، مما يسمح بالتخلص من الزيوت العالقة، مما يسبب في البشرة أو بيخلي البشرة أكثر إشراقا وأقل تجاعيد. تفتح المسام أيضا بيسمح بوصول المزيد من الدم إلى سطح الجلد، وتوصيل العناصر الغذائية ليستعيد الجلد نضارته من التلف الذي يتعرض له من أشعة الشمس. للمزيد حوالين هذه المعلومات، خلونا نرحب بضيفنا الكريم دكتور عبد الرحمن منصور، استاذ الطب الرياضي. دكتور عبد الرحمن، صباح الخير واهلا بيك. دكتور عبد الرحمن صباح الخير.
في مشكلة يبدو في التواصل مع ضيفنا الكريم، هنحاول معاودة الاتصال به مرة تانية. خلونا نروح لخبر آخر، حيث نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط معرض أثري مؤقت بقاعة النسيج المصري عن الفن الإسلامي، وده في إطار الفعاليات اللي بيقيمها المتحف طول شهر سبتمبر في ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية. ثمن السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية والتعليمية والفنية اللي بيقيمها المتحف بصفة مستمرة، وده لرفع الوعي الثقافي والأثري والسياحي لدى جموع الشعب المصري وتعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق دمجهم وإشراكهم في هذه الأنشطة، مما يعمل على الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، وده بيأتي في إطار حرص الوزارة على بناء القدرات. خلونا نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا الكريم دكتور او الاستاذ حسام زيدان الباحث في الآثار الإسلامية. استاذ حسام اهلا بيك. استاذ حسام الو. طيب هنحاول معاودة الاتصال بضيفنا الباحث في الآثار الإسلامية أستاذ حسام زيدان، وخلونا نروح لموضوع آخر أو خبر آخر. في العالم الحديث أصبح الذكاء أيوة أستاذ حسام. أيوة فندم حضرتك. صباح الخير يا فندم، أهلا بيك. صباح النور أستاذ حسام. صباح الخير. صباح النور يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا حضرتك. طيب لو حضرتك تتحرك او تقف في مكان الشبكه تكون فيه افضل علشان نقدر نتكلم معاك ونسمعك موضوع مع حضرتك. اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. دلوقتي احنا كنا بنتكلم عن المتحف، متحف الحضاره المصريه، او نتكلم عن دور مثل هذه الفعاليات والانشطه اللي بيحييها يعني المتحف عن الفن الاسلامي في اطار شهر سبتمبر في ذكرى المولد النبوي الشريف. لو تطلعنا على بعض من ابرز هذه الفعاليات ودورها في ايضا التعريف سواء للمصريين او الاجانب السائحين بهذه الفعاليات والانشطه. والحقيقه فندم ان متحف الحضاره في الفسطاط لا في مشكله احنا مضطرين نقفل مع حضرتك. شكرا لحضرتك. طب انا مش سامع حضرتك، سامعني يا استاذ حسام؟ انا سامع حضرتك كويس جدا. الو الو الو. اتفضل يا فندم. اتفضل سامعينك دلوقتي. بقول لحضرتك ان متحف الحضاره في الفسطاط هو متحف يعرض للحضاره المصريه منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث. نعم. وبتعتبر الحضاره الفتره اللي احنا بنطلق عليها اصطلاحا فتره الحضاره الاسلاميه فتره بارزه جدا في التاريخ المصري. وسجل فيها الفنان المصري مجموعه من الفنون النادره جدا اللي كل العالم بيبحث وراء أثرها، زي الأطباق النجمية وزي الزخارف النباتية والزخارف الهندسية والفنون المعمارية المختلفة، خصوصا ان احنا وصلنا كم لا بأس به من الآثار من العصر الإسلامي، وآثار متنوعة. يعني ما وصلناش مثلا نوع واحد من الآثار، وانما وصل لنا جوامع ومساجد وصوقعات وبيمارستانات وأسئلة وغير ذلك. فالمتحف متحف الحضاره بيسلط الضوء في كل فتره من خلال المعارض المختلفه على جزء اصيل من اجزاء الحضاره المصريه. الحقيقه ان الحضاره او العصر او الفتره اللي احنا بنسميها اصطلاحا بالعصر الاسلامي، المصريون بشكل عام يمتلكوا الفنون منذ عصور ما قبل دخول الاسلام الى مصر، والمصريون يمتلكوا الفنون ويمتلكوا الصناعات ويمتلكوا كل ما يمكن او كل ما يبني الحضاره. الحقيقه ان هم سطروا بشكل واضح جدا جزء كبير من هذه الفنون في العصر الاسلامي. فنلاقي عدد كبير جدا من التحف في متحف الحضاره بالفسطاط يشير الى هذه الفنون، ومنها مثلا فن التكفيف او فن التطعيم بالصدف او بالعاج، فن التكفيف على المعادن، فن التطعيم بالصدف او بالعاج على الاخشاب.
فنون إنشاء المنابر في الجوامع، حتى فنون النسيج وفنون الزجاج وغيرها من فنون، هنلاقيها كلها في الحضارة الإسلامية. تمام. طيب أستاذ حسام، وإحنا بنتكلم عن ده، هل نقدر نقول إن في فترة معينة ميزت الفن الإسلامي في مصر منذ دخول الإسلام إلى مصر؟ والحقيقة إن إحنا عندنا العصر المملوكي عصر غني جدا جدا. الدولة المملوكية شهدت فترات من الاستقرار، فترات طويلة، استقرار سياسي واستقرار اقتصادي، فبالتالي كان الإنتاج الفني عالي جدا جدا. طبعا كان قبلها في العصر الفاطمي برضه، وخصوصا في بدايات الدولة الفاطمية كان الإنتاج عالي جدا جدا. فإحنا عندنا فترات تركت لينا إنتاج متميز للغاية، أميزه أو أكثره لو حبينا نكون دقيقين في التعبير، أكثره من العمارة المملوكية. ثم بعد ذلك في الفترة العثمانية وفترة عصر الأسر محمد علي، دول الأقرب إلينا. تمام، شكرا لحضرتك أستاذ حسام زيدان الباحث في الآثار الإسلامية، كنت معانا عبر الهاتف. وخلونا مشاهدينا الكرام نرجع نرحب بضيفنا الكريم اللي كان معانا مباشرة، دكتور عبد الرحمن منصور أستاذ الطب الرياضي. دكتور عبد الرحمن، أهلا بك وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. كنا بنتكلم في الخبر عن خبر سابق عن التمرينات والتحركات بشكل يومي، وكان من أبرز الحركات هو صعود السلالم ودورها في أو الفوائد اللي بتقدمها. في البعض كان بيتكلم عن أضرار لصعود السلم أو السلام بصفة عامة وفوائد. لو نحب يعني نتعرف أكتر على إيه هي الفوائد اللي ممكن تعود على الشخص اللي بيطلع السلالم ولفترة زمنية أو عنده عمر قد إيه يقدر أو مسموح إن هو يطلع عدد أدوار أكتر وما يشعرش بأضرار على سواء الركب أو العظام أو الصحة بصفة عامة. طيب بالنسبة لممارسة رياضة صعود الدرج أو السلالم، دي بتتوقف على حالة مهمة جدا، ألا وهي الكفاءة الوظيفية للعضلات المحيطة بالمفاصل وخاصة مفصل الركبة. يعني لازم تكون الكفاءة الوظيفية للعضلات جيدة جدا، ويكون الشخص ده ما بيعانيش من أي شكل من أشكال الوجع أو الألم أو الخشونة داخل المفصل. ده شرط أساسي ورئيسي عشان خاطر أقدر أمارس هذا النوع من الرياضة. لأن طبعا الكفاءة الوظيفية لو ضعيفة وحتى بحس بألام بسيطة، مجرد أن أنا بمارس هذا النوع من الرياضة بساعد على تآكل الطبقات الغضروفية داخل المفصل، فبالتالي أنا ما بحسنش من الكفاءة الوظيفية بتاع جسمي، بل بالعكس أنا بعمل عملية إهلاك للغضاريف الموجودة داخل الجسم، لأن العضلات ضعيفة. العضلات هي اللي بتشيل المفاصل، العضلات هي اللي بتقدر تحدد الكفاءة الوظيفية. لما نتكلم عن العضلات نتكلم أكتر أو بنحدد أكتر عضلات الساقين ولا عضلات الفخذين؟ هي احنا عندنا كل مفصل محاط بمجموعه من العضلات، العضلات دي مسؤوله عن الكفاءه الوظيفيه. احنا عندنا بالنسبه لمفصل الركبه العضله الاماميه ليها دور كبير جدا في المساعده على الكفاءه الوظيفيه لمفصل الركبه، والعضله الخلفيه وعضله السمانه نفسها. جميع العضلات المحيطه بالمفصل بتحدد الكفاءه الوظيفيه والقدره العضليه على الاداء الحركي. فبالتالي لو هننصح الساده المشاهدين لممارسه هذا النوع من الرياضه، لابد ان تكون الكفاءه الوظيفيه او الكتله العضليه للعضلات المحيطه بالمفاصل جيده جدا، وما فيش اي شكل من المعاناه خالص داخل المفصل. اما لو جينا اتكلمنا عن فوائد الرياضه، لا، هي رياضه جيده جدا، بتعزز من عضله القلب، بتنشط البلاد سبلاي، الدوره الدمويه في الجسم، بتخلي برضو الكفاءه الوظيفيه للعضلات بتزيد. يعني هي لو كويسه ومارست هذا النوع من الرياضه بتزيد معايا اكتر وبتبقى حالتها اكتر، بالاضافه الى ان هي بتحسن من عضله القلب بشكل كبير جدا. ولازم نوضح للساده المشاهدين ان في حاجه عندنا اسمها القلب الرياضي. والقلب الرياضي مختلف عن القلب لدى الشخص العادي. القلب الرياضي ده بيتحدد على حسب نوع الرياضه اللي احنا بنمارسها. لو انا طبيعتي بمارس رياضه الجري باستمرار، فلاقي حجرات القلب عندي كبيره وعضله القلب عندي جيده. اما لو بمارس انواع تمرينات القوه زي بروح صالات اللياقه البدنيه جيم وحديد سترينث، ده بلاقي عضله القلب عندي قويه جدا والحجرات صغيره. طب لو جينا طبقنا هذا الامر على رياضه زي رياضه صعود الدرج، هلاقي في قوة في عضلة القلب واتساع في حجرات القلب، لأن هي رياضة ميكس ما بين رياضة مقاومة الدرج
ومقاومه الجاذبيه الارضيه، وفي نفس الوقت هي رياضه هوائيه، فبضطر ان انا باخد كميه اكبر من الاكسجين عشان خاطر ادي العضلات احتياجاتها. في معلومه البعض بيتداولها بيقول ان صعود السلم رغم انه له فوائد ولكن ممكن يكون له اضرار او مجهد للقلب، بخلاف نزول السلم بيكون له تاثيرات سلبيه على الركبه. مدى صحه او دقه هذه المعلومه؟ ميزان ممارسة أي نوع من الرياضة، مش رياضة صعود الدرج، الميزان الأساسي لممارسة أي نوع من الرياضة لابد أن تكون الحالة الصحية والفسيولوجية والبدنية للجسم جيدة. طب أنا لو عندي أي مشكلة في القلب أو بعاني من أي مشاكل في مفاصل جسمي، يبقى لابد أن أمارس تمرينات تتناسب مع الحالة الوظيفية والكفاءة بتاعتي الحالية. يعني نوع أنواع هتبقى تريتمنت، تمرينات علاجية وليس تمرينات لاستعادة اللياقة البدنية. ولكن لو أنا حالتي البدنية كويسة، عضلة القلب عندي جيدة أو طبيعية، ما اشتكيتش من حاجة وما عنديش أي مشكلة، أقدر أمارس بمنتهى الطلاقة عادي جدا هذا النوع من الرياضة، لأن هي رياضة قاسية وقوية. فما ينفعش واحد يكون عنده أي شكل من أشكال المشاكل الصحية أقول له تعالى نمارس أي رياضة مثلا في الجيم أو نعمل مجهود بدني عالي الشدة، فبالتالي هيكون التأثير السلبي أكثر من التأثير الإيجابي. فعشان نبسط الامور للساده المشاهدين، عشان امارس هذا النوع من الرياضه لابد ان تكون جميع مكونات جسمي، عضله القلب عندي، المفاصل بتاعتي تسمح بهذا النوع من الرياضه. ما تسمحش بعض الاشخاص لما يصعد يعني يطلع دورين ثلاثه يبتدي ينهج او كده، ده عادي وطبيعي مره في الثانيه هيتحسن ولا ده يتوقف؟ بالظبط بالظبط، هو فكره في حاجه اسمها الدين الاكسجيني. الدين الاكسجيني اللي هو ان انا مجرد ان بطلع السلالم بيكون تركيزي اكثر في ان انا اطلع بشكل سريع، فما بديش خلايا الجسم احتياجها بشكل كبير جدا من الاكسجين، فبضطر ان انا بنهج بشكل كبير عشان اعمل عمليه تعويض للاكسجين اللي ناقص داخل الخلايا. ولكن مع التدريب ومع التنظيم ومع النفس العميق اثناء صعود الدرج بيساعد بشكل كبير جدا على عمليه التوازن من احتياجات الخلايا الداخليه من الاكسجين، وبالتالي هوصل للدور ال 11 او ال 12 بدون ما يكون عندي اي اجهاد لا في النفس ولا في ضربات القلب ولا في عضلات جسمي، لان انا عملت توازن في احتياجات الداخليه البيولوجيه اثناء ممارسه النشاط الرياضي اللي انا بمارسه، سواء صعود الدرج او ينطبق على اي نوع من انواع التدريبات مرتفعه الشده. شكرا لحضرتك دكتور عبد الرحمن منصور استاذ الطب الرياضي، يوم سعيد عليك. انطلقت الدورة الثامنة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية، وده في إطار اهتمام الدولة بضرورة الرعاية والعناية بذوي القدرات الخاصة في جميع المجالات. خلونا نشوف المزيد في التقرير التالي. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبدعم من 7 وزارات معنية وبمشاركة أكثر من 50 دولة، انطلق ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته الثامنة بدار الأوبرا المصرية. إن إحنا الوحيدين في العالم اللي عاملين حاجة لذوي القدرات دولية، فده اللي خلى الولاد في 8 سنين اتغيروا تغيير كامل. العيال لان ما بقوش بس بيشوفوا السوسايتي بتاعتهم والمجتمع بتاعهم، بيشوفوا المجتمع الخارجي كمان. كل سنه يجي لهم، يعني السنه دي جالهم 53 دوله، فلما يجي لهم وكل واحد واللي يحبوهم واللي يعني ما فيش فرق بقى، خلاص خلاص. عشان كده على طول والله اقول يا شباب يا ستات يا محترمات، ما تقفلوش على اولادكم. جهود واضحة وفعاليات متنوعة لاكتشاف مهارات ومواهب ذوي القدرات الخاصة من مصر والدول المختلفة. ننزل معارض نعرض منتجاتنا، فالمنتجات بتاعتنا جديدة السنة، ننزل نعرض المنتجات لنا في دار الأوبرا بمشاركة دار الأوبرا لأولاد دار الإيمان. أنا بسرسة إن أنا بعمل الحاجات دي، وما هي كده شغالة في أي وقت، ما بحبك إن أنا أقعد في البيت وأقعد مع نفسي، لا أنا قلت لازم أعتمد على نفسي
والحاجات اللي انا عاملاها دي بتيجي في دماغي، يعني دي هبه من ربنا، واللي اصلا ربنا ايه واقف جنبي وما تسيبليش لحظه لحظه، وعمل فيا الحاجه اللي انا نفسي بيها مبتر ربنا من دلوقتي. شاركنا في المهرجان ده كمتطوعين عشان ندير خاطر اولادنا، اولاد الثلاثي الصبغي ذوي القدرات الخاصه. المشاركه المغرب كنا مشاركين في فرقه، فرقه جناوه تقدم الفن الجناوي والفن العيساوي، ونشكر الشيف سلوى التي ساعدتنا ومهدت لنا اننا نكون في احسن اجواء هنا في مصر في القاهره. على انغام الموسيقى والاغنيات المصريه الشهيره ابدع ذوي القدرات الخاصه في محاكاه لها بفطرتهم الطيبه وارواحهم النبيله. ملتقى اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصه في دورته الثامنه يقدم العديد من الفعاليات الفنيه التي تسلط الضوء على تحديات ذوي القدرات الخاصه وكيفيه معالجتها واكتشاف مواهبهم وقدراتهم من اجل دمجهم في المجتمع. نشوى صالح، النيل، الاخبار. في عالمنا الحديث أصبح الذكاء الاصطناعي بيغير من جوانب حياتنا بشكل متسارع. من بين الأمور الدهشة اللي يمكن أن يقدمها هو دعمه للأشخاص اللي بيعانوا من نقص الانتباه وفرط النشاط، حيث يواجه هؤلاء الأشخاص تحديات يومية زي التركيز وإدارة الوقت. لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بشكل كبير في التغلب على هذه الصعوبات. كيف يساعد الذكاء الاصطناعي مصابي فرط الحركة إدارة الوقت بفعالية زي وضع قوائم للمهام، مراقبة الأعراض من خلال تحليل الأنشطة والسلوكيات اليومية، تسهيل تحديد الأولويات والتركيز على الأهم، أيضا تذكير بالأعمال اليومية، وأيضا تذكير بتناول الأدوية. خلونا نتعرف أكثر على هذه الفوائد اللي ممكن يقدمها الذكاء الاصطناعي مع ضيفنا الكريم الأستاذ هشام النطور، خبير التطوير التكنولوجي. أستاذ هشام، صباح الخير وأهلا بيك. صباح النور يا هلا. إلى أي مدى مهم أنه نستخدم الذكاء الاصطناعي بموضوع مثل ما عم تحكوا اليوم اللي هو فرط الحركة أو الـ ADHD؟ يعني لانه دائما التوجيه عم بيكون ضمن الذكاء الاصطناعي على الاشياء السلبيه. ففي حلو انه نحكي عن موضوع ممكن انه نستفيد فيه بالذكاء الاصطناعي بالاشياء الايجابيه. ازاي بقى ممكن شخص عنده فرط الحركه او تشتت في الانتباه ان هو يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهل هو بيستخدمها شخصيا الشخص اللي عنده فرط الحركه وتشتت للانتباه، ولا ممكن الاشخاص المحيطين به؟ نعم، اول شيء بدنا يعني اكيد بدنا نضوي على موضوع انه يعني استخدام الذكاء الاصطناعي بهيك امور هو مش الحل الكامل، هو جزء داعم للحل اللي ممكن يكون عن طريق الدكتور او عن طريق الادويه او عن طريق يعني العلاجات المعتمده او العاديه اللي بيعتمدها اي مريض او مصاب بالـ ADHD او فرط الحركه. اكيد مصاب الاي تي اتش دي ممكن هو يستعمل هاي التطبيقات، وممكن اللي عم بيساعدوه بحالته او عم بيكونوا متضامنين معه او واقفين حده بشكل يعني داعم انه يكونوا هن عم بيساعدوه باستخدام هاي التطبيقات. فرط الحركة يعني دايما نحن ممكن نعتبره انه هو بيشتت الذهن، يعني مثل الاعراض المعروفة عنا واللي هي يعني معلومات عامة لجميع الاشخاص. كيف الذكاء الاصطناعي بيساعد بهذا الشيء؟ ممكن استخدام تطبيقات بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بتذكير المصابين بالمواعيد والمهام اللي عندهم اياها لحتى يساعدوهم على تنظيم وقتهم بشكل اكثر، وفرض عليهم واقع انه يكون منظم اكثر من ما يكون طاغي عليها عوارض او الاشياء اللي خاصها بفرط الحركه. وعندنا كمان تطبيقات ممكن تساعد بتقسيم المهارات الكبيرة. نحن مثل ما بنعرف أنه المصابين بفرط الحركة صعب يكون عندهم تركيز على المهام الكبيرة، فهاي التطبيقات الذكية ممكن تقسم
المهام الكبيرة أو المهام الصعبة على فترات أو على أجزاء بما يتناسب مع الحالة اللي عم تستخدم هاي التطبيقات، وبنفس الوقت بتخليها تكون أقل إرهاقا عليهم وأقل تشتيت للذهن. فهون نحن بنكون عم نستفيد من هاي التطبيقات. وبنفس الوقت من عمر قد ايه او من سن كام ممكن الشخص يستخدم مثل هذه التطبيقات علشان تساعده في مهامه اليوميه او الحياتيه؟ اوكي، هلا بالنسبه للعمر، هلا يفضل انه دائما يكون الشيء متابع من قبل الطبيب، ولكن بالنسبه للاعمار الصغيره اللي هي عندها شوي يمكن صعوبه او مش صعوبه، يعني عدم معرفه كامله حتى مش بس بالذكاء الاصطناعي او بالتطبيقات اجمالا، لانه نحن بنعرف الاعمار الصغيره جدا تهتم فقط بالالعاب والجيم على الاجهزه الذكيه، فهذا الشيء ممكن يكون بمتابعه من الأهل، من متابعة من المعالج. فهون نحن بنصير في عندنا دور كبير حد مصاب الـ ADHD أو مصاب فرط الحركة. هلا بنفس الوقت ممكن إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي أو تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بهاي المهام لحتى تقوم بدور الأخصائي التغذية شوي لحتى تأمن الغذاء، يعني مش تأمن أو تؤدي لتعليم او يعني جعل المصاب الـ ADHD عالم بالاغذيه اللي ممكن تؤدي انه تزيد حالته او تخففها او تساعد بعلاجه او تحسين سلوكه. هلا كمان في اشياء بدنا نعتمد عليها، ادوات الذكاء الاصطناعي خاصه بموضوع التركيز لمصابي فرط الحركه. ممكن انه نستخدم هاي التطبيقات لحجب المؤثرات المشتته، يعني التطبيقات هاي ممكن تؤدي انه تعطي اشعارات فقط للتطبيقات المهمه وتلغي اشعارات التطبيقات الغير مهمه لحتى ما تشتت ذهن مصاب الفرط الحركي. على سبيل المثال، يعني مصاب فرط الحركي ممكن يكون عنده تشتيت ذهن باي صوت بيسمعه باي حركه بتصير حده. فهون نحن دور الاكسسبيليتي او على لغه التكنولوجيا اللي هي سهوله الوصول للموضوع عن طريق اتباع هاي من تشتيت ذهن مصاب فرط الحركه. نعم، شكرا لحضرتك. بخصوص نعم، شكرا لحضرتك استاذ هشام ناطور خبير التطور او التطوير التكنولوجي، كنت معنا مباشره. خلونا نروح لخبر آخر. سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة احتفلت باليوم الوطني 94، وده كانت بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء المعتمدين في مصر. كل سنة وكل الشعب السعودي بصحة وسلام وخير. خلونا نتابع هذه الاحتفالية في التقرير التالي. احتفالية كبرى أقامتها السفارة السعودية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني 94 بمشاركة لفيف من الوزراء والمسؤولين والسياسيين والكتاب والإعلاميين. المملكة تنقش سجلا تاريخيا لهذه الملحمة، شواهد ذلك كسر اقتصادها حاجز $1 تريليون، كما تملك المملكة أكبر اقتصاد في المنطقة، وتبوأت مقعد في مجموعة الـ20 وعضو مجلس إدارة منفردة في المؤسسات الدولية المالية الكبرى، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يأتي احتفال المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني 94 كرمزا لوحدة الوطن وتاريخه المجيد، وكمناسبة هامة ومميزة تجمع بين طياتها كل مشاعر الحب والتقدير من جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية بما حققته على مدار تلك المسيرة الطويلة من إنجازات عظيمة وجهود مقدرة في إطارها الوطني. المملكة السعودية غالية علينا، وحقيقة في بيننا مشروعات متبادلة حتى في مجال المياه، في بيننا تعاون في مجال تحلية المياه، وإن شاء الله دايماً في ازدهار وكلنا سعداء، وتحية وتهنئة لجميع شعب المملكة.
تضمن الاحتفال عددا من الفقرات الوطنية التي تعبر عن الولاء والانتماء وتدل على ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار. كل التهاني والتبريكات والتمني بمزيد من الازدهار والتطور للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونحن نشهد هذا التطور في المملكة نعتبره إضافة لنا جميعا. احنا طبعا بتربطنا علاقات تاريخية يعني بيننا وبين الإخوة في المملكة العربية السعودية، فأنا النهاردة كنت حريص أن أنا أجي وأشارك في هذه الاحتفالية ونقول للشعب السعودي كل سنة ومبارك. احنا والسعودية لنا خصوصية معينة، وطبعا يمكن العمالة الموجودة في السعودية عمالة مصرية أثبتت وجودها وأثبتت أن هي فعلا عمالة طورت من نفسها كمان في ظل التطور السريع في أنماط العمل. وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 من سبتمبر من كل عام بعيدها الوطني، والذي يرمز إلى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ليصبح هذا اليوم مناسبة ليس فقط للاحتفاء بالتاريخ السعودي، ولكن أيضا لتسليط الضوء على العلاقات الأخوية مع كافة الدول الصديقة. علاقات مشتركة وممتدة وأخوية ما بين مصر والمملكة العربية السعودية تتعدى المجال السياسي لتشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. أشرف مبارك، النيل للأخبار. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ إزاء استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان وتصعيد الوضع على الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، مدينا بشدة وقوع العديد من الضحايا المدنيين اللبنانيين من بينهم أطفال ونساء. بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار الأمين العام إلى الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة للبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتهدئة التوترات، ومجددا التأكيد على الحاجة العاجلة لتهدئة التصعيد على الفور وأن تكون كل الجهود مكرسة للحل الدبلوماسي. وجدد أمين عام الأمم المتحدة دعوته لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وضمان عدم تعريضهم للخطر، وذكر كل الأطراف بمسؤولياتهم التي تحتم ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وأرصدتها، مطالبا الأطراف بإعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل والعودة فورا إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار. للمزيد من التعليق معنا دلوقتي دكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة السياسية، بتنضم لنا مباشرة. دكتورة زينة صباح الخير وأهلا بك. صباح النور، التحية لكم والمشاهدين الكرام ولحضرتك. دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف المختلفة سواء في لبنان أو إسرائيل للحفاظ على موظفي الأمم المتحدة وأيضا أرصدتها، الدور اللي ممكن أو بتقوم به فعلا الأمم المتحدة في هذا الإطار أو في هذا التوقيت على ضوء استمرار التصعيد وتطوره بشكل متسارع في الأيام الأخيرة؟ حقيقة كل هذه الدعوات منذ يوم السبت الماضي بات لها معنى رمزي إذا جاز التعبير. ليل السبت الماضي تبلغ لبنان عبر رئيسي حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب أن الولايات المتحدة فقدت أي قدرة على التأثير على قرار تل أبيب وقرارها بشن الحرب وهي غير قادرة على ردعها. ومنذ يعني 4-5 أيام لبنان يشهد حالة حرب فعلية
وكل الجهود الدبلوماسية والسياسية سواء عبر الأمم المتحدة وتصريحات الأمين العام الذي لطالما أبدى قلقه من كل هذه الأزمات والقلاقل والحروب التي تعصف بفلسطين وإسرائيل ولبنان وكل الشرق الأوسط، لم تعد تجدي نفعا. المطلوب اليوم هو مبادرة سياسية دولية مرتبطة بعواصم القرار وبعواصم إقليمية، وأيضا يدخل فيها الدور الإيراني المؤثر على حزب الله في لبنان، من أجل الخروج بحل وتجنيب لبنان أهوال هذه الحرب وتجنيب السكان وتجنيب المدنيين، لأن لبنان يشهد اليوم حرب فعلية قد تستمر أيام وقد تستمر أسابيع، ولابد من مبادرة تتجاوز تصاريح الإدانة والاستنكار وتحييد المدنيين وتحييد الموظفين الأمميين. سيد الكريم، في لبنان 10,000 إلى 13,000 جندي من القبعات الزرق، قوات اليونيفيل. هذه القوات منوط بها مهمة ويجدد لها كل عام في الأمم المتحدة، وتكلف سنويا قرابة 800 مليون دولار، أي مليار دولار إلا ربع تقريبا، منذ صدور القرار 1701، أي هي كلفت على مدار 15 عاما أو أكثر أو 17 عاما مليارات الدولارات. وهذه القبعات الزرق منوط بها تنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني وتطبيق القرارات الدولية كما تفضلت في مقدمتك، من 1701 الذي ينص على هدنة على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وضمنا يندرج في سياق 1701-1680، وهو اتفاق ترسيم الحدود، وكان لبنان قد رسم حدوده البحرية ويخوض مباحثات لاستكمال ترسيم حدوده البرية المتفق على غالبية النقاط، حوالي 130 نقطة، تبقى 13 نقطة خلافية، والمتبقي حاليا 3 نقاط فقط. والقرار 15580 الذي ينص على نزح سلاح جميع الميليشيات على الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بالدولة. هذه القرارات الدولية هي نقطة انطلاق لحل سياسي دولي أممي، وعلى الأمين العام لأمم المتحدة أن يكون مبادرا. لماذا لا يصل إلى بيروت؟ لماذا لا يخوض سلسلة من الجولات المكثفية بين العواصم المؤثرة؟ واسمح لي أن أشير أن حتى العاصمة طهران شهدت مواقف مؤثرة وملفتة وتستحق التفكير بها. موقف الرئيس الإيراني الذي قال أنه يريد السلام والأمن لسكان إيران ولا يريد الحرب، موقف المرشد الذي دعا إلى تراجع تكتيكي وهو موقف حكيم اعتبره في زمن الحروب، مواقف عدة صدرت. نحن اليوم نجد أن حزب الله لم تسانده دول المحور، في حين أنه كان يقول أن هذه الحرب هي حرب إسناد لغزة. من يساند اليوم؟ لا أحد. أيضا دول المحور، سوريا، العراق، إيران، اليمن، لا يوجد أي مساندة، ترك وحيدا، ولبنان واللبنانيين الغير قادرين، غير القادرين على مواجهة هذه الحرب، يواجهون منفردين كل أهوالها وتداعياتها، وهي حرب كارثية بجميع الأحوال. شكرا لك يا دكتورة زينة منصور، الباحثة والكاتبة السياسية، كنت معنا مباشرة. حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة من احتمال وفاة آلاف الأطفال وكبار السن والمرضى بسبب البرد في مناطق الشمال، ومع اقتراب الشتاء. ذكر التقرير أن الأمطار التي هطلت على العديد من المناطق هذه الأيام غمرت الأمطار خيام النازحين، ما يهدد بوفاة الآلاف من المرضى والأطفال والشيوخ بسبب نقص المواد كالأنابيب والفحم والخشب وعدم توفير اسطوانات الغاز. وفي بيان من الوزارة ذكر أن 74% من الخيام هي غير صالحة للاستخدام. للمزيد من المتابعة والتحليل معنا دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ أحمد الأغا، الصحفي الفلسطيني. أستاذ أحمد، صباح الخير وأهلا بك. أستاذ أحمد، صباح الخير. نعم، صباح الخير لك ولجميع السادة. صباح الخير لك ولجميع السادة المشاهدين.
أستاذ أحمد، وإحنا بنتكلم أو بحسب تقرير وزارة التضامن بتتحدث عن أوضاع مأساوية خصوصا مع هطول الأمطار وتأثر العديد من الخيام، خصوصا أن 74% من هذه الخيام غير صالحة للاستخدام. إزاي أو حضرتك ممكن ترصد لنا الوضع إزاي خصوصا في شمال قطاع غزة مع اشتداد البرد في الفترة الأخيرة؟ نعم، بداية أسعد الله أوقاتكم جميعا وجميع السادة المشاهدين. لعل هذا الجانب هو الجانب الأصعب والشق الأصعب الذي يصعب وصفه جراء الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشونها سكان ومواطنين قطاع غزة جراء هذه الحرب التي بعد أيام قليلة ستضع أوزار عامها الأول في هذه الحرب الشرسة المتسعرة التي استهدفت كل شيء، استهدفت الشجر والحجر والطفل والمرأة والرجل والشاب وكل شيء. يعني اليوم المواطن والنازح الفلسطيني نسبة يعني دقائق حية صعبة للغاية جراء ما يعيشه وما يعيشونه من مجاعة ومن قصف ومن استهدافات وأيضا من اختراق للخيام التي شاهدنا قبل يومين عندما تعاطلت منظمة الأمطار بدخول المياه داخل الخيام، هذه الخيام التي تنقلت أكثر من مرة، هذه الخيام التي شهدت شتاء وصيفا ثم شتاء الذي سوف يبدأ بعد أيام قلائل. كل هذا وأكثر يشير إلى أن المعاناة لا زالت مستمرة، المعاناة لا زالت باقية. المواطن الفلسطيني يناشد الجميع بضرورة إدخال خيام بديلة، بضرورة إدخال المزيد من الإمدادات الغذائية والطبية التي تبقيه على قيد الحياة. ولعل لو ذكرنا بأن بيان كان لوكالة صوت تشكيل اللاجئين الأونروا قبل عدة أيام بأن 83% من نسبة النساء والطعام هي أصبحت لا تدخل إلى قطاع غزة، وهذه هي نسبة كبيرة جدا لم يشهد لها مثيل سكان قطاع غزة، أن تمنع المواد الأساسية الغذائية الدوائية من الدخول إلى قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لا زال يمرد في كل شيء استهداف الفلسطيني. الفلسطيني اليوم يعاني عدة حروب في حرب واحدة، القصف والاستهدافات واستهدافات المدارس ومراكز الإيواء والمنازل، وأيضا يعاني من الجوع والمجاعة وقيمة دخول الإمدادات الغذائية، يعاني أيضا من قلة الأدوية التي تقيه شر الأمراض المنتشرة والمعدية جراء اختراع البنية التحتية للصرف الصحي وانتشار الأمراض المعدية، أيضا يعاني من عدم وجود مكان يقيه من حر الصيف وبرد الشتاء والأمطار. أصبحت كل هذه هي عدة حروب في حرب واحدة سببها الأساسي والرئيسي هو الاحتلال الإسرائيلي الذي لا زال يمعن أكثر وأكثر في قتل وتشريد الفلسطينيين وتهجيرهم في جميع أنحاء محافظات غزة. نعم، شكرا لك يا أستاذ أحمد الأغا الصحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. بتبذل مصر جهود كبيرة من أجل إنفاذ المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة من خلال تجهيز الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمساعدات. هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات برفضها للعبور إلى الأشقاء الفلسطينيين وممارسة سياسة التعسف وخلق الذرائع لمنع وصولها إلى النازحين. لمزيد من المتابعة معنا مباشرة دلوقتي من العريش الزميل محمد الخطيب مراسل النيل الأخبار. محمد صباح الخير، لو تطلعنا على الجديد لديك حيث توجد. صباح الخير عليك شهاب وعلى كل المشاهدين الكرام. بالفعل يعني
زي ما انت قلت جهود كبيرة بتقوم بها الدولة المصرية من أجل تجهيز المساعدات الغذائية والدوائية والطبية لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح البري. يتم تجهيز هذه المساعدات في المنطقة اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري، هذه النقطة التي تعتبر المكان الوحيد الذي يتم فيه استقبال جميع المساعدات التي كانت تأتي من جميع دول العالم والتي تأتي أيضا من جميع المحافظات، يتم استقبالها وتفريغها وتحميلها مرة أخرى إلى على الشاحنات ثم إرسالها إلى معبر رفح في انتظار يعني الميعاد والتنسيق لدخولها إلى منفذ كرم أبو سالم للتفتيش، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. جهود مصر متواصلة دائما سواء كانت على مستوى المساعدات أو حتى على المستوى السياسي من خلال دور الوساطة الكبيرة التي تقوم بها مع الدول المختلفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار ويعني تبادل الأسرى والمحتجزين وبداية الإعمار. لكن على الجانب الآخر لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تقابل كل هذه الخطوات بالتعسف الشديد والتعنت الكبير يعني ضد هذه الشاحنات، وتقطع الطريق أمام الأشقاء الفلسطينيين من وصول هذه المساعدات إليهم. أمس كان هناك يعني 31 شاحنة من الشاحنات التي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم. قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني شبه منعت بالكامل ولم تسمح لأي من هذه الشاحنات التي كانت تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وأسطوانات أكسجين الخاصة بالمستشفيات ولبن الأطفال ومستلزمات المنازل، كل ما يخص أو كل ما يتطلبه البيت الفلسطيني في قطاع غزة، منعت تماما قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تصل هذه المساعدات إليهم، وعادت كل هذه الشاحنات محملة بكل هذه المساعدات إلى معبر رفح من الجانب المصري. هذا بالإضافة أيضا إلى يعني كان هناك أمس يعني تكرار عديد لسماع دوي انفجار كبير في الجانب الآخر من معبر رفح، وبالتحديد في مدينة رفح الفلسطينية كان هناك انفجارات متعددة على مدار اليوم، وهذه الانفجارات تستهدف المربعات السكنية والنازحين ومراكز الإيواء التي لجأ إليها النازحون الفلسطينيون هربا من الحرب سواء كان في مناطق وسط وشمال غزة. يمكن المشهد هذا هو المشهد لدينا إلى الآن زميلي شهاب، وبعد قليل سوف نتوجه إلى معبر رفح لمعرفة عدد الشاحنات التي اتجهت من المعبر ثم إلى منفذ كرم أبو سالم، وسنعرف أيضا يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لكم عدد من هذه الشاحنات بالتفريغ ورفضت. بالتأكيد محمد حنتابع معك في خدمتنا الإخبارية على مدار اليوم التطورات والجديد لديك. شكرا لك محمد الخطيب مراسل النيل الأخبار، كنت معنا مباشرة من العريش. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام الجزء الأول من هذا الصباح، ولكن لسه مكملين هذا الصباح وأول فقرتنا الحوارية بعد متابعة موجز لهم وآخر الأنباء. حتصحبكم في هذا الحوار الأول الزميلة أمل نعمان، ولكن خلونا نتوقف مع موجز لهم وآخر الأنباء مع الزميل محمد جوهر.